والله الذي لا اله غيره لقد عرضت علي مشكلة دعوت الله بعدها بدعوة مريم ابنة عمران، وقلت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. شاب همس في اذني ان لديه مشكلة مستعصية، وجلست ادرس معه المشكلة، والمشكلة تتلخص في انه خطب فتاة تحبه ويحبها، ولكن اهلها رفضوا الخطبة. ثم همس في اذني قائلا لقد اتيت معها الخطيئة، وكلنا يعرف ما الخطيئة، فقدت اغلى ما تملكه الفتاة بعد وحدانية الله، فقدت غشاء بكارك. وتعرفها ما الذي دفعتي الى هذا العمل؟ فنكت وقالت انا لست حزينة على غشاء البكارة، فانني استطيع ان اركب غيره كما تفعل الزميلات، ولكني حزينة على رفض اهلي لانني احبه. انبنت في مسيس الحاجة الى تربية اسلامية، الى تربية اسلامية، ليست حزينة على فقد العفة، فان هناك قطع غيارات من عفة، ولكن العفة لا يمكن اذا زالت ان تعود. يرحم الله، يرحم الله فاطمة بنت محمد، يرحمك الله يا فاطمة، يا زهراء، يا ام الحسن والحسين، يرحمك الله، يا من قال فيك سيدنا محمد رضا فاطمة من رضايا وسخطها من سخط. من ارضى فاطمة فقد ارضاني، ومن احبها فقد احبني، ومن اسخطها فقد اسخطني. يرحمك الله، يرحمك الله ابنة محمد، يا سيدة نساء اهل الجنة، يرحمك الله يوم قال لك يا ابوك محمد ما خير علاج للمرأة يا فاطمة، فقلت له بلسان اليقين ومنطق الحق المبين، خير علاج للمرأة الا ترى الرجال والا يراها الرجال. فقال لك ابوك الحق انك بنت محمد، وانك من بيت النبوة يا فاطمة، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. يا رجال الاسلام، راقبوا بناتكم، المأساة خطيرة، الذئاب كثيرة، راقبوا بناتكم. كتب هذا المقال يقول في مجلة صباح الخير من بين الضحايا تلميذة في سن 13 من عمرها، لما وقع بها ما وقع من هتك العرض، قال لها ابوها وكان يعمل مدرسا في احدى المدارس: ما الذي دفعك الى ان تفعلي هذا؟ فقالت بلسان التبجح: ولماذا تسألني الآن؟ ولماذا لم تكن تسألني قبل ذلك عندما كنت أدخل عليك بفستان جديد كل شهر؟ إذا هناك مغريات، هناك أعراض تباع، هناك مغريات. ألا قتل الله السقق المفروشة؟ ألا قتل الله الذين يعقدون الزواج؟
يرحم الله الزواج على ايام السيد الجليل محمد. كان ياتيه الشاب فيساله النبي قبل ان يكلم النبي، كان يقول له امتزوج انت؟ النبي يسال ويسال عن الزواج، كان يسال الشباب امتزوج انت؟ يقول لا، فيساله امعك ما تتزوج به؟ يقول لا. يقول له النبي التمس ولو خاتما من حديد، يقول لا اجد. يقول له النبي اتحفظ شيئا من القران؟ يقول نعم، الفاتحه، قل هو الله احد، اذا زلزلت الارض زلزالها، قل يا ايها الكافرون. فيقول له الحبيب المصطفى اذهب وتزوج بما تحفظ به من القران الكريم. المهر قران، المهر قران ولا تعقيد. لماذا لا تعتني الجمعيات الدينيه في بلادنا بمشروع يسمى تيسير الزواج؟ لماذا لا تعتني الجمعيات الدينيه وتتبنى مشروع تيسير الزواج؟ يكفي للمتزوج ان يتزوج كما تزوج علي بن ابي طالب بفاطمه، دخل بسرير من جريد وبقربة ماء وبرحى تطحن بها الدقيق. هذا هو جهاز بنت المصطفى. لماذا؟ لماذا لا يتزوج الشاب بالسرير وحصير حتى يوسع الله عليه؟ لماذا؟ ان النوم على الحصير في طاعة الله افضل بكثير من النوم على الحرير في معصية الله. لماذا عقدتم الزواج؟ لماذا عقدتم الزواج يا امة محمد؟ ونبيكم كان لا يعرف التعقيد ابدا. لماذا؟ لماذا لا ينامون على الحصير في طاعة الله؟ خير من ان ينام في الشقق المفروشة في غضب الله. لماذا؟ يسر الزواج، يسر الزواج. لابد من البحث في هذه المشكلة، فانها مشكلة مستسهلة لا تقل خطورة عن مشاكل المواصلات والمشاكل، بل هي اشد خطورة. يسر الزواج حتى لا يقع الشباب والفتيات في الزنا، وبشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين، ولو بعد حين. ولكن ماذا اقول؟ لو ان اصحاب الاقلام في بلادنا يعرفون الاسلام لكتبوا في مثل هذه المواضع الحساسة. ولكن يفاجئنا كاتب يوم الجمعة الماضي يريد ان يتفلسف فيقسم الناس الى يمين ويسار، يمين جامد ويسار متحرك، ولم يكتفي بهذا، الهراء الهراء والتخريف، فيريد ان يصدق ما قاله على صحابة النبي، فيقول كان ابو بكر يمينا جامدا، وكان عمر يسارا متحركا، وكان عثمان بالنسبة لعمر يمينا جامدا. ما هذا السخيف؟ ما هذا الفهم السخيف يا ايها الكافر؟ لم يكن اصحاب رسول الله يمينا ولا يسارا، انما كانوا مسلمين. انتم المخرفون الذين فسدتم الشعب وفرقتموه فرقا وجعلتموه يمينا رجعيا ويسارا وطنيا، والله يعلم لا يمين ولا يسار، انما غش ونفاق وخيانه. اما اصحاب النبي فلم يكونوا هؤلاء ولا اولئك، انما كانوا كما قال ربنا والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.
المساء 10 يناير 77 1900 نشرت هذا الحادث، ولأول مرة في تاريخ الإسلام أقرأ هذا الحادث. تم القبض على فتاة حملت سفاحا من أبيها، وأنجبت طفلين توأمين. ولما علمت بقرب الهاوية جاءت بالتوأمين وخلقتهما لتتخلص منهما ومات. زنا وزنا بالمحارم بالأرض. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء. ولما وقفت امام المحقق في احد ضواحي القاهرة فسألها من الذي جنى عليها، فقالت انني على اتصال بالجن، الجن جامعها وانجب منها انسا. سبحان الله. قلت ان الجن لا يستطيع ان يزني بالانس، لان الله تعالى يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا. وقلت هذا السؤال الذي سئل الامام مالك، فقيل له يا مالك هل يتزوج الجني انسية، وهل تتزوج الإنسية جنيا؟ فقال لا. قالوا ولم يا مالك؟ قال إن جاز ذلك زلت الإنسية بإنس. وقالت إنني متزوجة بجني فيفشو الفساد بين نساء المسلمين. كأن الإمام مالكا كان معنا، كأنه يحقق هذه الجناية. اسمع يا أنيس، اسمع مجتمع الخمر ومجتمع الرقص، مجتمع الليل، مجتمع الليل إذا عسعس، الذي لا يعرف ضوء النهار إذا تنفس. اسمع، بلغت بنا الحال أن المحارم تهتك. يسطو على عرض النتر، يسطو على عرضها إعلام وأفلام وأقلام. والسيد إحسان عبد القدوس يطالعنا بفيلم اسمه الهزيمة اسمها فاطمة. الهزيمة اسمها فاطمة، فاطمة ريحانة رسول الله. الاسماء الشريفة اصبحت تستخدم على السنة هؤلاء استخدام الاستهزاء. اسمع يا انيس، اسمع مجتمع الخمر والرقص، اسمع ما نشرته صحفكم، صحفكم انتم موصفة في الاذاعة بعد ان انقضى عملها في الساعة 7 مساء. نزلت واستأجرت سيارة تاكسي، وفي الطريق شمت رائحة التخدير، رائحة البنج، فحاولت ان تفتح زجاج السيارة فلم ينفتح الزجاج، واذا بالسائق ينهال عليها سبا وشتما. ولما علمت انها ستقع اسيرة بين يديه او بين يدي عصابة تهتك الاعراض، فتحت الباب بغوص ونزلت والسيارة تسير بسرعة 80 كيلو فأصيبت. ثم علقت الصحافة قائلة وهذا هو الحادث الخامس من نوعه. من نوعه. نساء يركبن وحدهن في السيارات، اما تاكسي واما اوتو ستوب، ويداه يطبي، وبعد ذلك يذهبون الى شقق مفروشة ليقدموا طعاما شهيا للاشقاء اصحاب الاموال، اصحاب الاموال لشعب مصر الذي كان اغنى الشعوب العربية، كان اغنى الشعوب،
بلدان اغنى الشعوب، ولكن لما انفتحت عليه طيارات روسيا وطيارات امريكا اصبحنا ننظر الى السائح كانه ليمونه في بلد اصيبت بالقرف. ما هذا؟